سمي محمد أي لكثرة ما يحمد عليه، فإنه تحمده الخلائق كلها، لأنه لما يقوم الناس يوم القيامة ويقفون في أرض المعشر قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل. الميل ده قالوا المرود بتاع الكحل، قالوا دي المساحة بينك وبين الشمس. وقيل الميل المساحة الأرضية، دي الشمس من رؤوس العباد، اشتد بهم الحر والعرق، ناس العرق لحد الكعبين، وناس لحد الركبتين، وناس لحد الحقوين النص نص الزول، وناس لحد الأكتاف، وناس لحد ما يلجمهم العرق إلجاما، والناس يفروا إلى الأنبياء. أي نبي يمشي له ويقول له اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إلى ربك. ودي يا أخواننا نوع من أنواع الشفاعة المشروعة، دي شفاعة مشروعة، مش الشفاعة الشركية تنده الموتى وتنده الصالحين وتدعو من دون الله، لا ديك شرك ما بتجوز. لكن الشفاعة دي هنا شفاعة مشروعة، ليه؟ لأنه الأنبياء قاعدين، ودائما لما تقول لي زول قاعد أدعو لي ده بيجوز، أما الميت والغائب تنده يا فلان تلحقنا، ويا فلان ها تفزعني، ده الشرك. كويس، امشوا للأنبياء كلهم، أي نبي بيقول لهم شنو؟ نفسي نفسي، لأنه الأنبياء شافوا إنه ربنا غضب ذلك اليوم. أي واحد منهم بيقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، غضب شديد. أي نبي بيقول لهم نفسي نفسي، امشوا لهم واحد واحد من أبونا آدم لحد ما يصلوا إلى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أنا لها أنا لها، يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد ربنا ما فتح على بشر إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قالوا من السنة إنه أنت لو دار تدعو في أمر مهم أن تحمد الله عز وجل وتثني عليه، والله تعالى يحب الثناء. يعني دار تدعو في موضوع أحمد الله وأثني عليه كثير، يا ربي أنت كذا، أنت الذي رفعت السماء وبسطت الأرض، أنت الذي ترزق العباد، أنت الذي تعطي ويدك سحاء الليل والنهار، خزائنك ملأى، أثني على ربنا وبعد ذاك أدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمد ويثني ويحمد ويثني لحد ما يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي أمتي، يشفع في أهل المعشر كلهم أمته غير أمته، فيبدأ الحساب. دي شفاعة يا أخواننا لا فيها دخول جنة ولا فيها مرقة من نار، دي شفاعة بتاع شنو؟ بدء الحساب بس.